صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه من المحيط للخليج، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه خاصه جدا من برنامج يلا يا اهلي. حلقه النهارده هتكون مدعومه بالترجمه النصيه ولغه الاشاره بمناسبه اسبوع الاصم العربي، وبالمناسبه دي هيقدم حلقه النهارده زميلنا الجميل احمد اونا مدير التصوير هنا، اللي هو بالمناسبه من الصم وضعاف السمع. اتفضل يا اونا. اتفضل. الأسبوع الممارستي بيتسامن مع ماتشات كتير، الأهلي بيواجهوا الدوري، منهم ماتش ركونة الساعة 9:30 بالليل على ملعب الأهلي والسلام. الدوري ممتاز، فريقنا تحت المركز الثاني برصيد 36 نقطة، فارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، وركونة تحت المركز العاشر برصيد 24 نقطة. يلا بينا. الحقيقة فريقنا بيعيش أوقات صعبة جدا نتيجة ضغط الماتشات من ناحية والإصابات والإرهاق من ناحية تانية، وشدت الضغط الطبيعي إنك لازم تكسب كل ماتش وكل بطولة لأنك النادي الأهلي كبير اللي بيحتفل الشهر ده بعيد ميلاده 114. فريقنا بيلعب ماتش كل يومين ونص، ونتيجة الضغط خسر قدام سموحة، لكن لقى بعدها بفوزين مهمين على إنبي والمصري، وأصبح على بعد 3 نقط كم الدوري ممتاز. اللي إن شاء الله يحقق النهاردة ويكون لسه عنده مباراة كمان أقل من الزمالك المتشتر مؤقت، ونلعب مباراة الكمة يوم 10 مايو. الفترة فاتت رغم صعوبتها كان في أخبار حلوة زي عودة محمد هاني ياسر إبراهيم من إصابة، وكمان موسيماني أعلن تمسكه بالبقاء في الأهلي رافضا على تدريب منتخب جنوب أفريقيا. هيتألق أحمد نبيل كوكا اللاعب الشاب خريج قطاع النسائيين، ومحمد شريف متصدر هداف الدوري برصيد 9 أهداف تساوي مع 3 لاعبين تاني. بعيدا عن الكرة في أخبار حلوة، الكابتن محمود الخطيب يحط حقل الأساس على استاد الأهلي الجديد في الشخصية. طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي في كل خطواته وفريقنا التوفيق في ماتش النهاردة. استنونا يوم الأحد الجاية في مباراة قوية ضد نادي غسالة المحلة. يلا أهلي.